واحد السيده منشطه يعني نورمالمون حنا جينا لهذا الحفل باش نازرو ونفرحوا مع المراه المغربيه ونغنيو للمراه المغربيه لهذا العيد هذا العرس الزوين. كنتفاجئ بان السيده اللي كتقدم يا كما كنقولوا حنا يا منشطه كانت كما كيقولوا في علم الماضي كانت كتقدم واحد البرنامج لي هو اكس. الورا كان مشكل عندي معهم هي ورجلها، كانوا كيديروا واحد البرنامج في التلفازه. فاش جات تقدم يعني بحال بغات تدخل الخدمه مع حضنار ليفينمون، التقديم ما قدماتنيش مزيان، ما بغيتش نطلع نغني حقي. حتى التقديم اللي قدماتني ما كيليقش بالمقام ديالي، ما بغيتش نطلع. حتى جاو الناس اللي داروا فيها الناس ديال ليفينمون قالوا ما خصكش ديريها كفنان كبير، عيطنا له وجا باش يفرح مع المراه المغربيه والعربيه وجاي مسكين فرحان، ما كانش عليك ديريها هكا. صافي هادشي اللي كان، هذا هو المشكل. باش ما بغيتش نطلع في التالي فاش قدموني بداكشي اللي كيليق بيا طلعت نغني عادي وفرحت كما شفتي الناس كيفاش التضامن ديال الناس وشطوا عجبهم الحال وفرحوا الناس حيت جيت غنيت في هذا ليفينمون. صافي انا شكون هي نورمالمون خصها هي نعذرها. شوف الانسان كي كيكون مبتدئ ولا كيكون ما عندوش ليكسبيريونس في هذا الميتي، لا من ناحيه الصحفيين مثلا ولا من ناحيه ديال المقدمين ولا شي، الانسان ما كيكونش عنده احترافيه ما خصش الانسان. انا بحال دابا نقدر يبقى لي مشكل مع شي واحد ولكن ندخل للجمهور نضحك وننشط. علاش؟ لان هذاك الشيء بوحدو وهذاك الشيء بوحدو. ما خصش الانسان يدخل الحرفه الخدمه. مثلا انا جاي نغني وانت عارفاني وعندي مشكل معاكم مع راجلك، ما خصكيش تدخليه في العام في الخدمه. ما سقوا بزداوها من الناس ديال ليفين وبزداوها هي حشمات على العار. ماشي انسان ما خصوش يسبق العيب. مي الحمد لله انا الناس اللي عرضوا عليا جيت واديت المسائل ديالي الحمد لله داكشي مزيان والناس فرحوا. انا جيت نمركي لو بيت، الهدف ديالي لو بيت ديالي، الهدف ديالي نفرح هاد الناس. داكشي اللي ما هي ما اصلا انا رفضت دابا قلت لهم ما تقدمنيش، قلت لهم يقدمني واحد اخر وواحد اخر اللي يقدمني، حيت ما قدمتش بحال بغات جات باغيه تبرد السم. حنا ما جيناش ندابزو، حنا جايين نفرحوا. دبازو المشاكل كلشي عنده مشاكل ديال داكشي كيخلي الناس في السنقه والخدمه جي. انا هنا عرفت بان سي با بروفيسيونيل نعذرها لان ما عندهاش مسكينه حرفيه وما عندهاش ليكسبيريونس. هذا اللي كاين. هذا البرنامج هذا كان عندي ماشي اقصاء. انا الحمد لله انا القنوات كاملين الحمد لله كيرحبوا بيا، ما عنديش كاع مشكل، ما عنديش هذه الكلمه ديال اقصاء ما كنعرفهاش كاع. ما عمري كانت عندي مشكل مع التلفازات كاملين الاقصاء ولا الحمد لله. اللي كيكون عندي جديد كيعيطوا لي كيكبروا بيا. هو هذاك السيد راجل هذه السيده هذه اللي درت هذا لو جيست هذا، هو كان عندي معاه واحد الخلاف. كان عيط لي على واحد المهرجان ما بغيتش نخدم معاه بواحد الكاش هابط. فاش ما بغيتش نخدم معاه بواحد الكاش طايح، هذا هو كنشد واحد المهرجان. وفاش عيطوا له بروبوزوني داك المهرجان قصاني هو في المهرجان ماشي في التلفازه. قال له ما داك ما تجيبوش كذا وفيه وفاه كذا وما طلعتش داك المهرجان. يعني بحال زعما مني ما بغيتش تدوز معايا بلي كونديسيون لي بغيت انا داك الكاش لي بغيتي ما ندوزكش. صافي هادشي اللي كاين. داك الخلافات ديال وهي نورمال ما كانش دير هاد الجست لان الخدمه والانسان ما خصو يكون قلب مسامح. انا ما رضانيش داك الكاش باش نخدم معاكم مع راجلك، خصك تبقى العلاقه طيبه نتلاقاو ونضحكوا عينا ديال من العفويه ديالنا. كيما عارفين الناس وصحابي والعائله ديالي انا عفوي، انا ما لست متصنعا وما كنبغيش نتصنع وما كنبغيش نولي متصنع. الناس مولفين عليا انا كي داير الكاريزما ديالي. ما انا ولد الشعب فهمتيني. يعني القضيه ديال 500 مليون ولا انا هضرت كنت غير هضرت يعني كان داكشي بعفويه، ولكن انا كديما احسن من المراه المغربيه والمراه العربيه. وداك الميساج ما كنتش كنوجه هذاك الميساج العيالات كاملين لواحد الفئه من النساء اللي قليله. ماشي لا كاين بنات الناس كاين كيما قلت بزاف البرامج كاين مغربيات مثقفات تبارك الله هازين الرايه ديال البلاد. كاين يعني انا ما عمري زعما سيبليت في المثل بحبات قلت عممت سيبليت غير واحد الطرف واحد الشريحه وكاين ما بقاش كاين اللي بقى فيهم الحال ما عجبوش الحال. ولكن هذا يعني انا بزاف البرامج سيرت في البرنامج ديال رشيد شون اعتذرت منهم واعتذرت من المغربيه قلت لهم الى ربما طريقه الكومينيكاسيون باش نوصل كانت شويه قاصحه يمكن ما عرفتش نوصل غلط نكون غلط. ماشي عيب، حنا بشر ضعاف ونقدر نقول. مي انا طلبت المسامحه منهم في ذاك البرنامج. وكيما شتي هو الحضور ديالي جيت نغني في العيد ديال المراه المغربيه والعربيه وانا ناشط وجيت شدي الطريق من مدينه سيتال لكازا. بالعكس انا فرحان ويشرفوني ويفرحوني يعني نحضر في هذه الزيفيرمون اللي كيكون كيهضروا على المراه ولا اللي كيعطي واحد القيمه للمراه المغربيه العربيه. هو مشكل بكل صراحه هذا والله العظيم. كنت دابا في لوطيل فاش في السوشيال ميديا وانا نشوف الوفاه ديالو بقى فيا الحلقه قسما بالله العلي العظيم. يعني انا جلست مع هذاك السيد الله يرحمه ويوسع عليه
فنان كبير، فنان طيب، فنان بمعنى الكلمة، متخلق تبارك الله، مبشور، زوين، فيه جميع المكملات فيه. يعني اللي بغيت نقول لك، هذا الموت اللي ولا اللي الله يستر لي، حنا كنهضروا عليه، هذا الموت المفاجئ باش الانسان العيب. حنا هضرنا على قبيله داك السيده اللي كانت كتقدم، العيب ماشي مزيان، ما نقدروا نخرجوا غير من هنا بلا ما يموت غير في الطريق، سكته قلبيه كدي، ما يخلي الانسان مزيان العلاقات مع الناس ومع العيب الصعيب والعواشر هذه. يعني شنو فيها الانسان اللي غيقول الزمر يقول التمر؟ عادي، حنا الدنيا قصيره، الانسان كيكون ماشي حتى كيطيح، وماشي عبدو الشريف هو مسكين كيوجد الكونسير ديالو هذا النهار عنده في ميكاراما، الناس قاطعين اللي بيديهم، هو مسكين مات وباقي صغير. يعني الانسان خصنا شويه يفكر في ذاك الكوتي ديال الله، حنا مسيرين، الانسان راه ماشي في الضلا، يقدر غدا بعد غدا يصبح يابس. يعني خلي العلاقه الله سبحانه وتعالى كيقول لك حرمت الظلم على نفسي اللي خلقنا، عاد العيب الناس. علاش دابا انا والله وليت كنهرب كاع البلاصه اللي فيها المشاكل كنهرب، انا هذه المشكله ما كنحسوش مشكل، واخا درت هذا الجيست الله يسامح لها، كنقولها الله يسامح لها هي لا راجلها، واخا تا راجل هذا ديجيست الله يسامح لهم بجوجهم، مي يحاول هذه الغلط ما يعاودش يتعاود. انسان ربي وكيسامح، حنا انا متين المسامحه. يعني كاين اغنيه ديال البابور اللي هي اغنيه قريبا ان شاء الله تخرج من رمضان، حنا سجلناها دابا ان شاء الله، حنا في طور التصوير ديالها كليب، اغنيه سوسيال وكوميرسيال اون ميم طون، فيها خدمتها بطريقه لايف يعني بليزان ستريم وحيين، خدمه انترناسيونال، وكنتمنى ان شاء الله تتنا الاعجاب ديال الجمهور اللي كيتسنى. بالنسبه علاش ما خرجش الجديد في هذه الفتره هذه في راس العام؟ لان تازرا مع اخواننا الفلسطينيين، خوتنا اللي في فلسطين، انا ما قدرتش نخرج، لان ما يمكنش واحد الناس كتموت وانا نخرج الجديد نغني، ما جاتش. يعني دابا انا حاولت درت واحد الروتار، وكانوا بزاف ديال الميساجات صيفط، يعني بزاف ديال الميساجات اللي قلت لبعض الفنانين اللي خرجوا جديد، قلت لهم تازروا مع خوتنا، ماشي القصه ديال تخرج الجديد ولا تضحك ولا تنشط، وحتى الناس مدمرين، حتى داك باش الملام يسمع الموسيقى ولا، دابا صعيب الناس مساكن كتقاتل مع الخبز ومع الحروب، كان قبل الزنزال، كان يعني الوقت ماشي ديال الجديد. هذا اللي جعلني باش وخرت، وكما قلت تضامنا مع خوتنا في فلسطين. كلمه الاخيره للجمهور، رمضان مبارك سعيد وعواش مباركه، تدخلوا بالصحه والسلامه، وليداتهم اللي مريض الله يشافيه، اللي ما عندوش الله يعطيه، واللي عنده كما كنقولوا الله يزيده.